اهلا بيكم مره ثانيه. طبعا احنا متعودين نتكلم دايما عن الكره العالميه في كل اسبوع، ولكن اكيد مع التوقف الدولي لازم نتكلم عن التصفيات المؤهله للمونديال وتحديدا التصفيات الافريقيه، واكثر تحديدا مجموعتنا وماتش مصر وليبيا النهارده اكيد بشكل استثنائي. يعني هنتكلم عن كل هذه الامور مع ضيفنا اللي منورنا الناقد الرياضي الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي. يا صباح الخيرات على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل على حضرتك استاذ محسن، اسم كبير طبعا وشغل كمان عظيم في السابق ولقاء مع كريستيانو يعني رونالدو كان اسعدنا جميعا حقيقي وكان حاجه محترمه جدا. خلينا بقى نبدا مع حضرتك ونتكلم عن المباراه اليوم اللي اعتقد ما فيش حد بقى في جمهوريه مصر العربيه صحيح. عنده غير هذا الشعار، يفوز يا بلاش، ما فيش بديل تاني. ف وجهه نظر حضرتك برضو احنا ازاي مصعبين الموضوع قوي كده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا اللي صعبنا الموقف على نفسنا، يعني احنا اللي وصلنا لهذه المرحله مش بالاداء، بنتيجه المنتخب قدام في مباراه الجابون اللي في الجوله الثانيه، التعادل اللي ما كانش ليه اي معنى خالص طبعا، وكان حتى كان ممكن يبقى هزيمه لولا الهدف في الوقت المتاخر لمصطفى محمد، هو اللي وصلنا للمرحله دي وخلى المنافس اللي هو قدر يستغل طبعا تعثرك اللي هو منتخب ليبيا وفاز في الماتشين وجمع 6 نقاط، خلاك انت خلى الجوله الثالثه والجوله الرابعه بقت اشبه بالمصير، يعني بي اور نوت بي طبعا. بالنسبه للمنتخب مصر ومنتخب ليبيا في نفس الوقت، فالمنتخب في الجوله الاولى في الجوله الثالثه عفوا المباراه الاولى اقصد يعني يوم الجمعه حقق المهم، ولكن يتبقى الاهم. أيوة. الاهم اللي هو مباراه النهارده، مباراه النهارده بقى عنده فيها الضغوط اقل شويه بحيث ان هو يا يفوز او يتعادل، يعني يرفع شعار لا للهزيمه، لكن في وجهه نظري عشان تريح نفسك من الضغوط ان انت لازم تكسب، لان الفوز بيعني المنتخب مصر النهارده ان انت بتطرد المنافس خالص، لان انت بتبقى 10 نقاط وهو 6، بيديلك اريحيه ان انت لا قدر الله لو تعثرت حتى لو بهزيمه في اي ماتش من الاثنين ما فيش اي مشاكل خالص تتاهل، انت بالعكس هتحتاج نقطه وحيده من الماتشين. بس في المقابل اللي حضرتك بتقوله ده هيخلي بطبيعه الحال الفريق الليبي النهارده او المنتخب الليبي النهارده يقدم اقصى ما عنده، وخصوصا كمان المدرب يمكن الماتش اللي فات ما نزلش كل كروت الرابحه بتاعته غير يمكن في الجزء الاخير من المباراه زي حمدي اللهوي، عشان كل مباراه لها ظروفها، يعني اذا كان منتخب مصر رافع شعار لا للهزيمه فهو رافع شعار الفوز وحده، يعني مفيش اي حاجه ثانيه، يعني الفوز ولا شيء او ليس اي شيء اخر. من الدقايق الاولى ده معروف ان هو هيهاجم يعني بالظبط، ودي طبعا سلاح ذو حدين، لان اذا كانت الضغوط على منتخب مصر في مباراه برج العرب فالنهارده كل الضغوط على منتخب ليبيا بالزبط. اللي اكيد منتخب مصر بيتفوق عليه بعنصر الخبره والتاريخ وما الى ذلك، لكن المنتخب الليبي بكل امانه بيتفوق بعنصر وحيد النهارده مهم جدا ولا يمكن يغفله، هو الحماس الشديد. حماس بيلعبوا بقى على انهم على ارضهم، طبيعه الدربيات العربيه ده بيبقى فيها الحساسيه عاليه جدا تحديدا شمال افريقيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ودلوقتي بقى معاهم كل الدول اللي فيها عندها نزعه قبليه الى حد ما بتلاقي في تعصب موجود، يعني طالما في اطار الكوره مسموح بيه ما فيش اي مشاكل. فالنهارده المباراه طبعا لا تقبل قسمة على اثنين، انا في وجهه نظري لو انا المدير الفني لمنتخب مصر لازم اخرج من هذه المباراه ب3 نقاط لاقطع الشك باليقين واصحح كل الاخطاء. انا عشان اوصل لده برضو عشان نفهم دماغ كيراش هتبقى ماشيه ازاي، انا هعتمد على الهجمه المرتده خصوصا زي ما بقول لحضرتك الجميع بيتوقع من ليبيا الهجوم من دقائق ده لو ما كانش الثواني الاولى. هل انا هعتمد على ده ولا انا هبتدي لا انا عايز اخطف في اول كام دقيقه كده جول مثلا؟ هو ما حدش لسه عارف دماغ كيروش فيها ايه، لان هي مباراه واحده. الصح طبعا ان هو يمتص اكيد، يعني يمتص حماس المنافس، يعرف الاول هو هيلعب ازاي في البدايات، لانه اكيد حتى لو مع طبعا التسليم بكلام حضرتك ان هو هيكون الهجوم ولا شجر الهجوم من الثواني الاولى كمان، لكن ده هيكون على حساب الجوانب الدفاعيه، ما ينساش ان الجوانب الدفاعيه لمنتخب ليبيا هتواجه الجانب الهجومي لمنتخب مصر اللي فيه محمد صلاح ومرموش ومحمد صلاح محمد والبقيه، فده طبعا جزء لا يمكن اغفاله، يعني هو لو هاجم بالشكل ده منتخب ليبيا فهو فتح الطريق الى منتخب مصر او مهاجم منتخب مصر يسجلوا من البدايه والكلام ده كله. طب في مباراه زي النهارده يعني هل يعني المباريات اللي بالشكل ده او اللي من النوع ده هل بتحسم بالاداء الفردي بالمهارات الفرديه للاعبين ولا بالفكر الخططي للمدربين؟ لا دي مباراه تكتيكيه من الدرجه الاولى، يعني المباراه التكتيكيه هو النهارده مش مهم، ما حدش في مصر يدور على الاداء، يعني مثلا لو فزنا ان شاء الله ما حدش هيقول بس الاداء ما كانش حلو، لا دي مباريات تكتيكيه، التكتيك يبقى فيها الاساس فيها المدرب، يعني النهارده بنسبه يمكن 60 70% المدرب ويقدر هو يوظف
قدرات لاعبيه. يعني ممكن مثلا تلاقي لعيب مهم جدا ما لعبش، مش مشكله، مش ده المهم. المهم ان هو يقدر يخرج بالمباراه لبر الامان اللي هو عنده تو اوبشن النهارده، الفوز والتعادل بس، مش مضبوط بالتالي. وعلى ان يستغل طبعا اندفاع المنافس، لان كل دقيقه بتعدي والمباراه 0-0 زي ما بدات هو ضغط على المنافس وليس عليك انت، فده في صالحك انت. ان هي لو انتهت المباراه زي ما بدات فده في صالحك، يعني ده هتبقى حاجه كويسه لو حصل كده يعني. طيب استاذ محسن، في ناس بتنتقد ان انت ازاي عندك محمد صلاح مثلا، ادي مثال بمحمد صلاح ولاعيبه يعني محترفه أكيد. ودوليه وما احرزتش جول، وركزوا على محمد صلاح تحديدا، فوجهه نظرك برضو هل انا اقدر الومه ولا قصه ملهاش علاقه بالكلام ده يعني؟ طب خلينا نتفق في حاجه كده، يعني ايه ملهاش علاقه بالكوره؟ ان محمد صلاح بقى خارج التقييم خلاص، يعني الموضوع ما بقى يعني ايه مش علاقه بالكوره، يادي ما ياديش هو خارج التقييم، هو في حته تانية خالص. الناس بتنتقد شويه ان تقول هو في الدوري الانجليزي بيدي وفي منتخب مصر ما بيديش، معلش الظروف مختلفه، الظروف مختلفه يعني. والمحيطين بيه مختلفين بالزرق. وقوه واساره الدوري هناك مختلفه، يعني الدوري الانجليزي ده مهاراته ثابته ماشي، بس هو المنافس برضو مين يعني؟ هناك بيلعب مانشستر سيتي، مع احترامي طبعا يعني الموضوع مختلف تماما، يعني الموضوع يعني المقارنه صعبه ما تتقالش. ده مش سبب ادعى ان احنا نشوف له اداء استثنائي مع المنتخب المصري، يعني اللي صحيح. بيخلي بيولع الدنيا بالمعنى. هقول لحضرتك الدوري الانجليزي الصعب اللي كل المنافسين فيه صحيح أطلع. هقول لحضرتك حاجتين، لما احتاجنا محمد صلاح لقيناه في التأهل لكأس العالم الأخير في روسيا، لما كانت مباراة صعبة جدا قدام ملاوي احنا اللي صعبناها طبعا على نفسنا، سجل الهدف الأول، وكان في ضربة الجزاء دي ما حدش شرطها إلا لاعب يعني عنده قدرات يعني نوعية خاصة من الثبات الانفعالي انه يقدر يشوط ضربة جزاء في التوقيت ده. ما سجلهاش احنا لسه، مش ممكن ما نصعدش، لكن سجلها انت في كأس العالم والحمد لله ربنا يوفقه وسجلها. الحاجة الثانية كمان، محمد صلاح في دور مهم جدا حتى لو ما عملش أي حاجة، يعني النهاردة مثلا محمد صلاح موجود وما عملش حاجة، بس هو مجرد وجوده هو خد معاه 2-3-4 يعني، هتلاقي المان اللي ماسكه ومعاه واحد تاني خلي بالك قريب منه عشان لو فلت منه وخلت، يعني هتبص له هو شاغل يعني في اللعب بدون كوره، بقى بقتش الكوره ان هو يسجل، خلاص محمد صلاح موجود وسيب الباقي يسجل. يعني النهارده الهدف مثلا بتاع عمر مرموش بالظبط، هدف مرموش من على خط ال 18 وبيشوط، ده ما يقدرش يعمله صلاح. يعني هتلاقي صلاح الراجل ملتزم بيه وجنب منه اللي قريب منه بيخش عليه، ان الراجل شفنا اخر هدف سجله في السيتي رقص اربعه، عدى اربعه من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يا جماعه يعني مش مع احترامنا لاي فريق، لكن انت هنا في منتخب ليبيا خلاص مش مهم بقى، قد لا ممكن ما كنتش عارف مرموش حتى وهذا لا يعيبه، لكن هو في النهايه لا خلي بالك صلاح، يعني ممكن حتى المان او اللي مع صلاح يقول لك انا اديت مهمتي على اكمل وجه، صلاح ما عملش حاجه، لكن في النهايه صحيح. اللي احنا عايزينه حصل ان المنتخب فاز، فيعني المقارنه صعبه شويه يعني. انا ممكن اقول حاجه، انا هختلف شويه مع وجهه النظر اللي هو ازاي بيأدي في الخارج فما بيأديش، يعني بالعكس انا شايفه العكس صحيح، لان انت بتلعب هناك برضو، اصل انا بلعب كره قدم ده لعب جماعي، انا مش بلعب يعني لعبه فرديه صحيح. فانا لازم ادائي يبقى واحد لا انا لازم اللي معايا يساعدني، فاكيد هو مش بيلاقي ده برضو زي في الخارج صحيح. هو يمكن الناس حطت المقارنات دي لسبب بسيط، ان مثلا رياض محرز لعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي شايل منتخب الجزائر وعامل، لكن يا جماعه منتخب الجزائر بيمر بفتره عالية جدا الفترة الأخيرة، هو بطل أفريقيا 2019، عنده مجموعة قلما تحدث في أي منتخب، يعني مثلا الطفرة اللي حصلت عندنا في 2006 و2008 و2010 اللي خد بها الكابتن حسن شحاتة، سيطر على أفريقيا كلها اللي كانت بتنم العصر مش من المغرب، لكن التوليفة دي موجودة حاليا في منتخب الجزائر، بتلاقيه بيفوز 6 و8 و5 يعني أرقام كبيرة، يعني لو لما يجي الحديث عن منتخب الجزائر هتلاقيه أكتر منتخب مسجل أهداف 15 هدف، في حين احنا مسجلين جونين مثلا يعني او ثلاثة يعني حاجه كده على الحركرك زي ما بقول. بس لو برضو وقفت عند محمد صلاح مره ثانيه، انا هاخد من الكلام اللي نهاوند قالته وده منطقي جدا الحقيقه، فكره ان هو مع ليفربول بقيه اللعيبه بالبلدي كده بيخدموا عليه بيسهلوا مأموريته صحيح. طب ليه ده مش حاصل مع المنتخب؟ ما هقول لحضرتك في حته كده فنيه، يعني ايه انه مثلا ايه محمد صلاح عشان يبقى موجود في منتخب مصر، محمد صلاح بقيمته الكبيره جدا مش هيرجع يدافع، يعني مش هتلاقي محمد صلاح في منطقه ال 18 عند او بيتراجع للخلف، مش هيقوم بالدور ده، فبالتالي هيبقى في لعيب معاه يعمل الدور ده، يعني بالبديهي كده يعني ايه خلاص خلي صلاح بقى لقدام، والراجل برنس زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، وموجود قدامه وبيلمس اللمسه الناس بتخاف منه وبتاع، فده بيدي لود شويه على بقيه زمايله، لكن في المقابل ما ننساش ان مجرد وجود صلاح
صلاح بيلعب من غير كوره، يعني الجانب الخفي لمحمد صلاح انه مجرد موجود ما حدش بيقرب. يمكن كان في شاب الشاي يذكر كان موسم 97 في النادي الاهلي، كان المدير الفني راينر سوبرل او 96 97 حاجه كده، كان راينر سوبرل ده كان عامل فكره عظيمه جدا، كان يسيب اللعيبه مثلا ايه، كان ساعتها كان سعد عبد الحفيظ مثلا نجم النجوم في الاهلي، كان حاجه بقى خطيره جدا، كان ينزله والاضواء تتسلط عليه وبعدين يسيبه خالص للمدافعين ويشتغل بقى ياسر ريان، محمد عماره، مش عارف هشام حنفي. اه والله كان كان يطلع يقول انا وانا صغير كنت مش فاهم الكلام اللي بيقوله ده، كان يقول لك لا رجل المباراه النهارده هقوله بعد الماتش، يطلع بعد الماتش يقول لك كان هشام حنفي، فتلاقي هو اللي شال الليله، ليه بقى حدش الخفي، فالتاني بيلعب بدون كوره، يعني انا موجود، كان مثلا ايه بقى الفريق ماشي وسعد عبد الحفيظ متالق ومسجل بقى في الكوره ومش عارف، بس هو كان بيعمل الماتشات دي الحاجات دي في الماتشات الكبيره، الزمالك، الاسماعيلي، المصري في الوقت ده يعني، فكان يسيب مثلا اتذكر ماتش الاهلي والزمالك 2-1 الاهلي بتاع حسام ابراهيم حسن والزمالك كان سجله محمد صبري، الناس كلها كانت رايحه ناحيه سعد عبد الحفيظ، كان نجم حتى تلاقي التقرير يقول لك سعد عبد الحفيظ، ربنا يستر سعد عبد الحفيظ اللي هم الزمالكاويه يعني. ومع ذلك اللي عمل الماتش كله ياسر ريان، والهدفين جم من ناحيه ياسر ريان والجانب الشمال، هو كان ده الدور يعني مش يذكر عشان كده يعني. قلته هو بيلعب بدون كوره يعني، مجرد وجود محمد صلاح خلاص رجع بقى معاه مدافع اثنين، طب شيل محمد صلاح وحط مثلا كوكا او اي واحد مع تقدير اللي خلاص يبقى معاه مدافع واحد بس مش اكتر، لكن مش هيبقى فيه الاهتمام ده بيخف يعني، بيدي المساحه لبقيه زمايلك. فهو قيمه محمد صلاح انا مش مبرر طبعا لان هو لسه ما اداش اللي عنده بس ما نقدرش نلومه يعني، عايز اقول دي عايز اقول لا يعني هو برضه بيدي بيساعد زمايله بدون الكوره. احنا نروح فاصل سريع استاذ محسن وهنرجع نكمل مع حضرتك. طيب ده كان اخر فاصل ورجعنا مره ثانيه للاستاذ محسن لملوم، ويعني تيجي نروح بقى للمجموعات فيها كلام كتير لسه وربنا يستر، ومين ممكن يتاهل بقى يعني، نتكلم هنا للمباريات الفاصله، وخلينا نبدا مع حضرتك لو حابب نتكلم عن الجزائر مثلا او غيره. يعني هتكلم الاول على المنتخبات العربيه الافضل، ان لما بيتاهل من 10 مجموعات 10 منتخبات انا شايف ان منهم 4 عرب، وده بصراحه انجاز كبير جدا ان طبعا منتخب الجزائر في مجموعته الاولى مع بوركينا فاسو هو متصدر ب7 نقاط ومع بوركينا بنفس الرصيد. الناس بتشوف ان هو الموضوع ايكوال ما بينه وبين بوركينا فاسو، لكن بصراحه الافضليه لمنتخب الجزائر حتى فرق الاهداف كتير جدا، افضل اقوى هجوم في المجموعات برصيد 15 هدف، لسه كسبان 6 وقبلها كسبان 9، يمكن بس كان عنده ضرب وحيد بالتعثر بالتعادل مع بوركينا فاسو خارج الارض. اذا استمر هذا يعني مثلا يعني في الجوله الخامسه والجزائر فازت وبوركينا فاست على النيجر وجيبوتي، اعتقد الجوله الاخيره اللي هتكون حاسمه وان شاء الله تكون سهله لانها هتكون في ملعب مصطفى تشاكر في البليده في الجزائر. والمباراه دي يعني المنتخب الجزائري محتاج بس التعادل لان الافضليه الاهداف هتكون ليه، فاعتقد انه الجزائر في طريق مفتوح الى للفوز قصدي للتاهل. دايما محافظ على مستواها المنتخب الجزائري من زمان يعني، دايما ما تحسش ان عنده باي فترات فيها يعني ايه تدني في المستوى، دايما محافظ. لا هو كان بعد فتره الثمانينات اللي هي كانت رهيبه جدا اللي هو الاخضر بلومي وصالح الصاد او صالح اسد وكان رابح ماجر فاكر الماتش الشهير بتاعهم لما قلب مباراه كاراتيه بالظبط. لا ده كانت معانا، هم دايما معانا كده على فكره. فبعد الجيل ده كان حصل لهم هبوط حاد في كره القدم الجزائري بالذات اللي هي عشريه الارهاب اللي كانت اثرت على دوله الجزائر عامه، ومن ضمن التاثير كان الجزائر كانت بتتغلب، غابت تماما عن كاس العالم وغابت عن تمثيل حتى التاهل لكاس الامم الافريقيه بعد الفوز اللي كان الاول سنه 90 على ارضها لما خدوا كاس الامم في الوقت ده. بعد كده بدا في الفتره الاخيره مع رابح سعدان يمكن في بدايه الالفيه الجديده بدا يتحسن نوعا ما وقدر يتاهل لكاس العالم وكان على حساب منتخبنا للاسف في 2010، وقدر يصعد يعود مره اخرى لكاس الامم الافريقيه، وشيئا فشيئا طبعا حاليا مع جبل من الماضي فاز بالدور الاخيره كاس الامم الاخيره في القاهره كانت 2019. فهو بقى عنده جيل موهوب جدا من المحترفين، اسلام سليماني، الان دلور، رياض محرز، بصراحه كوكبه محترمه جدا ونظيفه جدا، وهي طفره في الكره الجزائريه في الفتره الاخيره بيعيش افضل ايامه. اعتقد منتخب الجزائر هو المرشح بقوه للتاهل للمرحله الاخيره، ده اول منتخب في المجموعه الاولى. طيب. منتخب تونس يمكن المجموعه الثانيه امبارح تعادل مع استوائيه وزامبيا هو تعادل امبارح مع موريتانيا خارج الارض 0-0، وصل لنقطه العشرة، اعتقد اللي هو برضه في طريق مفتوح بكل امانه. ان ما كانش هو الاقوى لكن هو احد اقوى 4 منتخبات دفاعيا، يعني تونس، المغرب، مالي، كينيا، الاربعه لم تهتز شبكهم في الاربع جولات. منتخب تونس منهم عنده شويه دروبات، منتخب تونس مش بصراحه مش قوي زي ما كان،
كان، لكن مجموعته سهله بكل امانه، ده خدم الظروف بتاعته في مجموعته. يمكن هرجع يعني هروح بعيد شويه للمجموعه يمكن التاسعه، مجموعه المغرب عشان المنتخب العربي. المغرب في طريق مفتوح للتاهل لانها 9 نقاط من 3 مباريات، لان كان ليها ماتش ما لعبتهاش كان بسبب احداث حصلت في غينيا، احداث سياسيه انقلاب وبتاع، فما لعبش. لكن لو لعب الماتش ده كنت هيبقى عنده 12 نقطه هو المتاهل، يعني هو الثاني اللي بعديه غينيا بيساو عنده تقريبا 7 نقاط، اقل منه بنقطتين بس مع افضليه مباراه. ده لعب 4 والمغرب لعب 3، فالمغرب في طريق مفتوح. وحيد خلوليزيتش اللي هو المدير الفني البوسني للمغرب عامل مستوى رائع جدا، قاهر النجوم، هو شخصيته القويه. يعني تخيل منتخب المغرب بجلاله قدره ما فيهوش حكيم زياش اللي هو نجم تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا، ما فيهوش حكيم زياش، استبعده وقال مش عايزه لمجرد ان اللاعب يعني شاف نفسه شويه، قال مش عايزه. كان قرار يعني انتقدوا البعض بشكل كبير، انتقدوه وما زالوا بينتقدوه، وما زال الجمهور المغربي عايز والصحافه المغربيه عايزه عوده زياش. هيرجع بس هو بيورس ودنه، الدنيا دلوقتي سهله، بيساوي وما بيساويش ومش عارف الكلام فكر العادي ده، لكن هو مستني بيقرصك في ده. لكن لما يتأهل لا طبعا محتاجه، ولو صعد كاس العالم اكيد محتاجه. مين ما يضمش حكيم زياش بالنسبه للمغرب، زي رياض محرز بالنسبه للجزائر، زي محمد صلاح بالنسبه لمصر، ما ينفعش يسيبه. بس الناس بتضغط عليه، بس هو شخصيه خلوزيتش صارمه جدا، ده اللي خلاه. كان هو مدير فني منتخب الجزائر في كاس العالم 2014 في البرازيل، وكان صارم جدا، ولمجرد البعض انتقده رجع هناك ورفض ان هو يكمل مع منتخب الجزائر، رغم طلب رئيس الجمهوريه وقتها عبد العزيز بوتفليقه ان هو يكمل، لكن هو اعتذر له. هو شخصيته قويه جدا، ما بيحبش حد يبص له. اتمنى على فكره مدرب زي ده في المنتخب المصري، ان ما ينفعش معانا النوعيه دي. كلام كبير قوي ده، اتمنى. لا ما هو شوفي الثقافه المواطن العربي ما ينفعش معانا الصراحه، ما ينفعش معانا غير ما ينفعش معانا ده ينزل تصريح ده يا جماعه دلوقتي استرابا لو سمحتوا. اتمنى وكنت اتمنى واحد خلوزيتش يجي عشان ما عندوش بقى مع كامل تقدير الناس صلاح زي اللاعب اللي قاعد احتياطي، ما عندوش هو العطاء. هو تخيلي النهارده مدرب مثلا زي كروش يقعد صلاح او يستبعده اصلا مش يقعد، الدنيا تقوم معاه، الدنيا تقوم عليه. لكن بس فده بالنسبه للمغرب. نختم بمصر ولا بنختم بايه؟ زي ما تحبي. طب يعني مصر محسومه، احنا بنتكلم ان هي ان شاء الله اقوى، يعني هي هو منتخب مصر يعني يفوز رايح نفسه، يفوز لانه هيفرق باربع نقاط عن المنافس، بيدي نفسك اريحيه فيما لو لا قدر الله تعثرت، لان ما بقتش حاجه مضمونه في المنتخب المصري. انت طالع برضه ده تصريح مش مضمون، ما كلام حضرتك على فكره مش سهل. لا ليه ما بقاش في حاجه مضمونه؟ حضرتك ضمن منتخب مصر يكسب في اي ماتش في الوضع اللي احنا فيه ده، احنا قاعدين قدام ليبيا كسبانين، انا قاعد لحد ما الحكم اطلق صفارته الحمد لله، ماتش جابون الحمد لله على الهدف اللي جابه. طب احنا هنقضيها ربنا يستر ولا ما هو رب بالدعوات الكلام ده كله في التصفيات المؤهله، لو لا سمح الله تاهلنا هيحصل معانا 100 مليون بيدعوا فربنا يستر ان شاء الله. حضرتك نورتنا، ربنا يكرمك، سعدنا جدا بوجودك. انا لسه ربنا يكرمك. شكرا ليك يا استاذ محسن، ويا رب خير ان شاء الله النهارده باذن الله. يعني انا بشكر حضراتكم انا وكريم على متابعتنا، ونشوفكم بكره ان شاء الله و10 الصبح في الاهلي.